شهدت الليرة التركية خلال الفترة الماضية تذبذب بأسعار الصرف، ومؤخرا شهدت تحسن بسعر صرف الليرة التركية. كيف انعكس هذا الشيء على أسعار المواد الغذائية على الأسواق التركية بشكل عام؟ هل في يعني صار زيادة ملحوظة على المنتجات؟ بداية سوزان، اليوم الاقتصاد التركي تعرض لهجمة كثير كبيرة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بالذات، وهذا الأمر اللي دفع الرئيس التركي بأن يحمل أهم أجندة أو أهم ملف أو من ضمن أهم الملفات ضمن أجندته الملف الاقتصادي. قبيل مغادرته إلى أمريكا عقد اجتماع مع مستثمرين أو مع ممثلي الشركات الأمريكية، وقبل مغادرته من أمريكا كمان عقد لقاء مع ممثلي الشركات الأمريكية. هلأ عمليا ضمن الحرب اللي أعلنتها أمريكا واللي هي بتهدف إلى زعزعة ثقة المستثمر حيال الاقتصاد التركي، تركيا عم بتحاول تتخذ خطوات مضادة. وصل الأمر بالرئيس التركي أردوغان إلى أن يعطي للمستثمرين الأجانب ضمانات شخصية. اليوم حتى في ألمانيا ولا أمريكا لما جلس، يعني ضمانة شخصية، ضمانات شخصية. اليوم الرئيس أردوغان لما قعد مع ممثلي الشركات الأمريكية كان في عبارة كتير مهمة قال لهم إياها، قال لهم نحن لا ننظر إليكم على أنكم مستثمرون أجانب، إنما أنتم يعني تعاملون معاملة الأتراك. وقبيل مغادرته إلى الولايات المتحدة الأمريكية قال لممثلي الشركات الأمريكية كمان بالحرف، قال لهم أنتم في بلادكم وفي حال لزمكم أي شيء أنا موجود. لما بيقول لك رئيس دولة أني أنا موجود هون، هو عم يعطي بمثابة ضمان شخصي، عم بيعطي كريدت ثقة، لأن الحرب اللي أعلنتها أمريكا مثل ما قلت أن هي حرب زعزعة الثقة. أستاذ عبد الرحمن، برأيك شو رأيك بالشيء اللي ذكره أسامة؟ هل ممكن هذا الشيء يساهم يعني تعافي الليرة التركية؟ في وجهين للقضية. الوجه الخارجي هو بالنسبة مثلا ثقة المستثمرين بالاقتصاد التركي وبالاستثمار في تركيا، أكيد تأثر على الليرة التركية. في وجه آخر هو وجه هيكلي بنيوي، بعد سنة 2007 والأزمة الاقتصادية العالمية، الاقتصاد التركي كاقتصاد ناشئ بهذيك الفترة حصلت قضية اعتبرها بعض الاقتصاديين أنها خطأ فادح، إطلاق الاقتراض أدى إلى أنه الدولة مثلا يصير فيها نمو كبير، لكن بنفس الوقت مخبأ بداخل هذا النمو هشاشة، يعني إيش بيسموها هشاشة الاقتصاديين، فراجايل، بيقول لك انه الاقتصاد التركي صار يعتمد كثير على الدولار. يعني مثلا هلا الجسور انت عم تشوفيها هي جسور مبنيتها شركات اجنبيه براس مال اجنبي، بالمستقبل بعد 20 او 25 سنه راح تعود للدوله التركيه، ولكن الان هي مبنيه بالدولار. فلذلك هاي الدولار، الدولارات او الديون الكبيره بالدولار او المقومه بالدولار، لما تنزل الليره التركيه بده ينعكس عليها بشكل سلبي. لكن باعتقادي ملاحظه سريعه انه المتابعه اليوميه لسعر صرف الليره هي ما بتعطيك، ما بتعطي مؤشر دقيق، ما بتعطي مؤشر دقيق ابدا، واثره ببين بعد عده اشهر على الاقل. استاذ رضا، كيف بتشوف يعني انعكاس هذا الشيء على السوريين بشكل خاص؟ السوريين بشكل خاص طبعا ضايق موضوع ارتفاع سعر البنزين، ارتفاع سعر الكهرباء، اغلى المعيشه بشكل عام. بينما بموضوع المستثمرين فهنا اخذوا ضمانات، وصل انه بحصول على الجنسيه التركيه في حال استثمار كعقار بقيمه 250 الف دولار او استثمار ثابت بقيمة 500 ألف دولار. وحتى بالنسبة لأصحاب الشركات اللي في عندهم 50 عامل تركي فكمان بيحق لهم أنه ياخذوا الجنسية التركية. تمام، رح نكمل حديثنا لكن بعد ما نشوف استطلاع رأي الجمهور. هلا بالنسبة لأجار بيتي مثلا ارتفع، والمي والكهرباء ارتفعت كمان، يعني والمعيشة شوي صارت أصعب يعني من قبل. الأجارات بشكل عام ارتفعت، يعني الليرة ارتفعت ونزلت ما تغير شيء. الأوضاع المعيشية بالنسبة للغلاء غليانة، بس المواطن هذا هو الأجارات، البيوت بشكل عام مرتفعة، يعني بالنسبة للمواطن التركي ما بتفرق معه. يعني بالنسبة لارتفاع الأجارات، هلأ نحن بالنسبة لنا ما ارتفع أجار بيتنا فما أثر علينا، بس في ناس كتير أنا سمعت منهم أنه تأثروا كتير بأجارات البيوت، أنه مثلا في بعض الناس ارتفع أجار بيتها للمية، وفي ناس ارتفع للميتين، وفي ناس ارتفع للثلاثمية. هذا غير أنه كمان فواتير الكهرباء والمي زادت. هلأ هذا الشيء أثر علينا نحن كمان، مع أنه ما ارتفع أجار بيتنا، بس كان الوضع كتير سيء بالنسبة لأجارات البيوت لبعض الأشخاص السوريين المتواجدين هون. لقد ارتفعت أجارات المنازل علينا نحن الأتراك كما السوريين في غازي عنتاب، وأصبح من الصعب جداً إيجاد منزل مناسب لنا ويتوافق مع دخلنا الشهري، ونحاول كثيراً معرفة سبب هذا الارتفاع لكن دون جدوى.
نحن كمكتب عقاري تقدمنا بطلب لمديرية العقارات في غازي عنتاب يتضمن شكاوى المستأجرين الذين يعانون من ارتفاع أجار المنازل بسبب ارتفاع الدولار. والآن قلت المنازل بالتزامن مع افتتاح المدارس وعمل الموظفين الذين يطلبون منا منازل بأجارات رخيصة ومناسبة، لكننا لا نستطيع تأمين طلبهم. مدام هند، شو رأيك باستطلاع الرأي اللي شفناه؟ فرق كتير كبير بين رد الفعل الترك الأتراك ورد الفعل السوريين. السوريين دغري بيمتصوا الصدمة لأنهم متعودين، يعني عندهم خلفية عن هذا الموضوع. الأتراك خايفين كتير ومتوترين، خايفين يعني إنه بيقولوا لك إنه هلا ممكن هلا بس بعدين شو؟ السوريين إنه يعني متعودين، يعني بيرتفع اليوم بتنزل بكرة عادي. نعم. بس بشكل عام يعني هو ما هو ارتفاع، ما بصور إنه هو ارتفاع بالنسبة للعقارات، اللي هو القضية أثرت على المستهلك اليومي، يعني على الاستهلاكات اليومية اللي أنت بتاخذيها، اللحم الخضار الفواكه، هي اللي وضحت كتير، كانت واضحة فيها قصة التمرض مواد تنظيف، هي اللي وضحت فيها مواد الارتفاع الأسعار. بتوجه بسؤالي لرضا بخصوص موضوع الإعفاء اللي صدر بخصوص المخالفين، شو مدى دقة هذا الحكي وعلى مين بينطبق إذا كان صحيح؟ هلا هو ما في إعفاء أو قانون ثابت بالنسبة للمخالفين، بس ولكن كإجراء ضمن صلاحيات إدارة الهجرة عم تتبعه بأنه عم تمنح الإقامات السياحية للسوريين اللي هن في معهم بطاقة الحماية المؤقتة، لازم يكونوا مستصدرين بطاقة الحماية المؤقتة خلال 3 أشهر من تاريخ دخولهم لتركيا، حتى لو كانت من سنة، يعني مثلا أنت دخلتي من سنة وخلال 90 يوم من تاريخ دخولك عملتي الكملك وصرحتي بإقامتك، فهلا أتاحوا الفرصة إنه تقدري تاخذي إقامة سياحية. الشق الثاني كان بالنسبة لأصحاب المؤهلات اللي بتشوف فيهم إدارة الهجرة إنه هن مفيدين للشعب التركي إذا أخذوا الإقامة السياحية، مثل إذا كان في عنده شركة أو كان في عنده تصريح عمل بموجب حماية مؤقتة أو كان عنده أملاك ثانية بموجب شركته أو كانت ممكن زوج مواطن تركية أو زوجة مواطن تركي، كمان ممكن ينظر بهذا الموضوع. فعم يأخذوا الإقامات عن طريق هذا التسهيل، بس مو عن طريق استثناء أو قانون، هو مجرد إجراء ضمن صلاحيات إدارة الهجرة وليس أكثر. إذن بس فقط بيشمل اللي عنده ختم جوي مضى عليه 3 شهور أو ختم يعني من الحدود البرية ما ضروري جوي. مهم المدة فقط، مهم يكون هو مصرح بتاريخ دخوله قبل ما يكون مخالف، قبل ما يدخل دخل، يعني قبل ما يكون دخل بتاريخ مخالفته يلي هي أكثر من 90 يوم. الأستاذ رضا حلواني الاستشاري في الشؤون القانونية، شكرا جزيلا لك على مشاركتك معنا. الأستاذ عبد الرحمن سراج مدير موقع تروك بريس. الصحفية السورية هند بوزو بدي أتشكرك على المشاركة معنا. والصحفي السوري أسامة أسكدلي شكرا على مشاركتك. ختاما بتشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة، بنشوفكم الحلقة القادمة مع مواضيع جديدة. إلى اللقاء.